السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تطبيقا لتعليمات الملك محمد السادس القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يساهم الطب العسكري بفعالية في مكافحة جائحة كورونا بالمغرب. فقد تم الانتهاء من اقامة اول مستشفى عسكري ميداني ويوجد بمدينة بن سليمان، وسيتم الانتهاء من اقامة مستشفيات ميدانية اخرى بمناطق متفرقة من المغرب. العاهل المغربي كان قد امر بتعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء من خلال الطاقم الطبي وشبه الطبي للقوات المسلحة الملكية. كما حث في هذا السياق الخاص الأطباء المدنيين والعسكريين على العمل في إطار من التعاون والتفاهم التامين كما هو معهود فيهم، لأن الأمر يتعلق بصحة المغاربة والأجانب المتواجدين بالمغرب.